C'est bon? Je vais commencer. C'est bon? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salamu ala ashraf al-Mursalin. السيد نوردين داودي، السيدة رزقي حسيني، السيد أمين العام للوزارة الطاقة، السيد رئيس مدير عام لمجمع سوناتراك، رئيس مدير عام لمجمع سونالغاز، السيدات والسادة إطارات الوزارة، السادات والسادة رؤساء سلطات الضبط ووكالات القطاع، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أشرف بحضوركم اليوم على حفل تنصيب السيد نوردين داودي في مهامه الجديدة كرئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات النفط. ويسعدني في البداية أن أهنئ السيد نوردين داودي على الثقة التي وضعها في شخصه السيد رئيس الجمهورية بتكليفه بمهام ترأس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، وهي مسؤولية كبيرة نتمنى له كل التوفيق والسداد في قيام بها. كما أود في هذا المقام أن أشيد بالجهود التي بذلها السيد رزقي حسيني الرئيس السابق لوكالة النفط خلال فترة ترأسه للوكالة، وأن أشكره جزيل الشكر على تفانيه في العمل والعطاء وخبرته التي لم يبخل بها خلال مسيرته معنا، متمنيا له كل التوفيق في المستقبل. يأتي تعيين رئيس الجديد لوكالة النفط في ظل تبني قطاع الطاقة لبرنامج عمل طموح سطر من بين أولوياته تعزيز نشاط الاستكشاف والتنقيب وترقية الاستثمار في مجال المنبع، قصد رفع مستوى الاحتياطات الجزائر من المحروقات والعمل على توفير المناخ الملائم لتحقيق هذه الأهداف، لا سيما مع دخول القانون الجديد للمحروقات حيز التنفيذ مع ما يتضمنه من تدابير تشجيعية وتحفيزية للشركات الوطنية والأجنبية. وفي هذا المجال تلعب الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات دورا هاما رئيسيا في تنفيذ السياسة الوطنية للمحروقات من خلال الصلاحيات المخولة لها، والتي تتمحور أساسا حول المساهمة في تحديد السياسة القطاعية، تقييم المجال المنجمي المتعلق بنشاطات المنبع وترقية الاستثمار في هذا المجال، تنظيم المناقصات الخاصة بهذا النشاط، والعمل على توفير الشروط الضرورية لإنجاحها. بالإضافة إلى هذه المهام تقوم الوكالة بدور محوري في مراقبة حسن تنفيذ العقود الاستكشاف والاستغلال وجمع أتاوة المحروقات لفائدة الخزينة العمومية. إن المسيرة المهنية للسيد نوردين داودي الممتدة لأزيد من 30 سنة في الشركة الوطنية سوناتراك، والتي تولى خلالها عدة مناصب في مجال الجيولوجيا والاستكشاف، وكان آخرها منصب مدير قسم الاستكشاف، اكتسبته كفاءة وخبرة كبيرة في مجال المنبع تؤهله بالتأكيد للقيام بالمهام الموكلة إليه على أكمل وجه، والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها وكالة النفط وتحسين أدائها. وأنا كل ثقة من أنه لن يدخر جهدا من أجل السهر على تنفيذ مهامه الجديدة بما يخدم مصلحة القطاع، كما أطلب من جميع العاملين بهذه الوكالة دعم ومساعدة الرئيس الجديد من أجل مواصلة العمل لضمان السير الأمثل لهذه الوكالة. وفي الأخير أتمنى كل التوفيق والنجاح للسيد داودي، مؤكدا له أنه يحظى بكامل ثقتنا ودعمنا في أداء المهام المنوطة إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيل الكلمة الآن للسيد حسيني بهذه المناسبة. تفضل سيد رزقي. Je tiens d'abord à vous remercier personnellement pour tout le support que vous nous avez prodigué durant le temps après une année, qui nous ont permis de réaliser pas mal de projets au niveau de l'ANAFT. Je tiens aussi à remercier vivement les membres du comité de direction de l'ANAFT qui n'ont ménagé aucun effort. Pendant ces 3 années avec eux, on a fait un excellent travail. Donc je les remercie vivement, ainsi que tout le personnel d'ANAFT qui a été volontaire et disponible. Grâce à tout l'effectif d'ANAFT, beaucoup de réalisations ont été faites, notamment ANAFT est derrière le développement de Belkinna, qui produit aujourd'hui 7 millions de mètres cubes et quelques 14 000 barils d'hydrocarbures. ANAFT aussi est derrière les 2 autorisations de prospection en offshore, avec des compagnies internationales. ANAFT a réalisé au niveau de la PVDMH une quinzaine d'études qui ont permis d'avoir plus de connaissances du domaine minier et plus, avoir plus d'intérêt par les compagnies nationales. Donc je vous remercie à tous et je dis à M. Daoudi, un ancien collègue, succès et réussite. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Daoudi. شكرا سيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء أتوجه بالشكر الجزيل لسيد رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه، وكذا وزير الطاقة على الدعم الدائم والتشجيع، بلا ما ننسى الزميل رزقي حسيني بالشكر على المجهودات التي بذلها لتطوير وكالة النفط. خلال الاستعداد لتولي مهامي الجديدة على رأس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات النفط، سأحرص على توظيف خبرتي المكتسبة لأكثر من 30 سنة في ميدان البحث والاستكشاف في سوناطراك. هذه التجربة والخبرة سمحت لي بمعرفة التحديات التي يواجهها قطاع المحروقات حاليا ومستقبلا. من المؤكد أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات النفط عرفت كيف أن تجمع بين المعرفة والإتقان في تثمين وتطوير مجالنا المنجمي، وبفضل تكاليف جهودنا سننجز استراتيجيتنا التي ترتكز حول محاور التالية: تشجيع الاستثمارات في نشاطات المنبع الذي يمثل الحلقة الأهم في قطاع المحروقات، وذلك وفقا لمتطلبات القانون الجديد رقم 13/19 المعتمد بتاريخ 11 ديسمبر 2019 الذي يحكم نشاطات المحروقات، وهذا بالأخذ بعين الاعتبار بمعايير محددة جيدا وهي الاحتياطات المتوقعة والتكاليف والمخاطر الجيولوجية. أيضا تثمين المجال المنجمي من خلال تعزيز وزيادة عدد المشاريع الاستكشاف والتطوير سوى مع سوناتراك أو مع الشركاء الأجانب، وهذا بهدف واحد وهو زيادة احتياطاتنا من المحروقات وبالتالي ضمان الأمن الطاقوي للبلاد. تشجيع الشراكة الهادفة في نشاطات الاستكشاف والإنتاج من خلال مناقصات التنافسية وكذا المفاوضات المباشرة، وعلى أساس معايير تقييم ومؤهلات محددة على نحو النصوص المنصوص عليه في إطار القانون الجديد. تسيير وتحيين بنك المعطيات الخاصة بالمجال المنجمي الوطني، والذي يعتبر الأولوية للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، إثراء وتثمين قاعدة بيانات عالية الجودة بصفة مستمرة. هذه المهمة ينبغي أن تشمل استغلال بيانات الاستكشاف وكذلك تلك المتعلقة بالحقول قيد الاستغلال من طرف سوناتراك وحدها أو بشراكة. وفي هذا الصدد فإن استخدام الأساليب الرقمنة والتكنولوجيات الجديدة ستمكننا حتما من تحقيق النتائج المتوقعة. كل هذه الأهداف والإجراءات المذكورة أعلاها المرتبطة بنشاط الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات لا يمكن لها أن تتجسد على أرض الواقع دون مساهمة وتضافر جهود كل إطارات وعمال هذه الوكالة، والله ولي التوفيق. وبالمناسبة نتمنى للجميع رمضان كريم بالصحة والهناء إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. بالتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله. نتمنى لك النجاح في المهمة هذه النبيلة، وأنا بدوري أتمنى لكم رمضان طيب وكريم وكل عام وأنتم بخير، ويعود علينا هذا رمضان بالخير في هذه الظروف الاستثنائية. لكن إن شاء الله الفرج عن قريب ونتغلبوا على الوباء ويرجع وراءنا والعجلة التنمية تستمر ونرجعوا في نشاطنا أكثر فأكثر إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، شكرا على حضوركم. سي خوسيني بالتوفيق، شكرا بالتوفيق. أنت خبرة كبيرة فنحتاجك دائما في القطاع تاعنا، احنا الخبراء دائما الموجودين معنا في صفوفنا ودائما تتواصل معنا إن شاء الله. وكذلك سي داودي إن شاء الله بهذه المناسبة نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق، وراح نكون دائما احنا سند لك، وإن شاء الله إن شاء الله الخير لبلادنا بهذه كل تدعيم كل هذه الإنجازات إن شاء الله. السلام عليكم وبارك الله فيكم. شكرا. إذن متابعينا الكرام، بهذا النقل المباشر لمراسم تنصيب الرئيس الجديد لوكالة النفط نصل